قيتوني انا في البحر. المهم اليوم فقت مع صباح الصباح ودابا كنتسنى البحر باش يكرط او يطيح. وكما كتشوفوا هذا العتله هذه وغادي نمشي نصيد ملاح البحر او بوذروك. المهم في الفيديو هذا نوريكم جميع المراحل اللي كيدوز منها بوذروك حتى كيوصل الاسواق. خليكم معايا. وبالنسبه للطريقه المهم راه العتله طالي فيها واحد البلان ولبست الليكات وكملت غير فيديا كما كتشوفوا. المهم هي بليديك راه كتعذب ولكن ما عندي مندي كما كتشوفوا تنجبدوا بحال هكا. بعد ما جمعت هاد الكميه اللي كما كتشوفوا عمرت الطال كما كتشوفوا وخويته على بوذروك وبقيت كنهفس عليه. علاش كنهفس عليه؟ باش كنفرق بوذروكه بوذروكه وفي نفس الوقت كنغسلو وكنحيد منه الرمله. ودابا يا وقت الطياب بعد ما شعلت العافيه اللوح دابا بارح البحر هنايا في هاد الطال وغادي نديه يطيح. بحال هكا كنشد هادي وكندير لها التلعيبه ديال بحال هكا كما كتشوفوا وتناكلها. يا سلام.